عندنا كلمات أخرى، منو تحب تشارك تقرأ وتخلينا الهمزة في مكانها؟ تعاي حنين، تعاي ماما أقرينا حروف بالحركات. ن ا دو ب تون. آسف، لمن ننظر؟ لس للهمزة. للهمزة شنو عليها يا حركة؟ سكون. والحرف القبل ه؟ فتحة. منو أقوى، السكون لو الفتحة؟ فتحة. الفتحة، الفتحة من يقابلها من الحروف؟ آ. الآ، إذن الهمزة على اليمن راح توقف على الآ. يلا قرينا. م دو ب تون. صفوا قولها أحسن. يلا تعالي ماما، يلا يلا ريد مشاركة، يلا وين الحبابات؟ تعالي قرينا الحروف بالحركات. فو إ آ إت. عفي، الهمزة شنو حركتها؟ سكون. والحرف اليمه ضمه، حركتها ضمه. منو اقوى، السكون لو الضمه؟ الضمه. شنو قابلها من الحروف؟ الواو. اذن نكتب الهمزه على اليمين. يلا اقري. فو ا اد. فؤاد، احسنتي. صف كلها بعد. تعي فطومه، يلا ماما اقري. A-I-D-T-U. عفية، المن ننظر للهمزة. يلا شنو جواها؟ كسرة. واليمها؟ سكون. منو أقوى، الكسرة لو السكون؟ كسرة. الكسرة شنو قابلها من الحروف؟ حرف الإي. إذا تجلس الهمزة على اليمين. على الإي. يلا أقري. A-M-I-D-T-U. صف قولها أحسنتي. شكرا لكم يا حلوة. صف أول. صف أول.